حالة من الندم والإحباط قد تصيبك صديقي المشاهد كان ما تجربش حظك. الوقت قاعد يمشي ما عادش برشا على عملية القرعة الخاصة بالعشرين مليون في حلقة اليوم. عشرين مليون مفرهدين منفنفين شيخين فرحانين زاهين عاملين جو بالعشرين مليون شيخين. أبعث توا باب الاسماس على 85-811 وإن شاء الله ربي تكونوا فايزين إن شاء الله معنا بعد شوية. الانفيتي ماسكين تاعنا لهذا الأسبوع هي ممثلة. عرفت؟ بالفوز كالشاي ولا؟ هي ممثلة. هي إعلامية زادة كان ما في بالكمش. ومقدمة برامج تلفزية. مش في تونس. خارج الوطن. مش في تونس. ريمبو قمرة. لا مش ممثلة. أوبرا وينفري. أوبرا وينفري. أوبرا. والله عندي أنا أمل أخير من أوبرا. خير من أوبرا. تونسية على خاطرها. تونسية. هي ممثلة ولا باش نعطيكم انديس. هي ممثلة مثلت في شوف لي حل. لا يا عدوان شوف لي حكاية مدام منين نور الدين. سوني حسب رايك منين نور الدين منين نور الدين ما مدام منين نور الدين البيجي ماتريكس ماهوش ممثلة البيجي ماتريكس مش ممثلة امرأة انا عرفت هل اسمع الددو ذيك اللي في السيت كوم هي راسلها دادو انت صحيح اسمع ايه والله نقول لكم يا جماعه انا على درجه من السعاده عاليه جدا خاطر عندي عامين لحلح باب جيت احضر في بلاتون والله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله والله عمين والله معذورة والله أما شوف أنا ديما معاكم نتابع فيكم نتفرج عليكم نشجع فيكم معاكم أما بالحق معذورة يعني اللي عنده زوج صغيرات وأم أم عندها بنتين يعيشكم مازلت محلاك وعنده الحق سليمان الأبيض وفيك والله براسي تعرف هي ما قبلت بركة الله عليها ما ضرورتي زادت زينت معاش كان الامبلي افيك لو طون انا باش نولي ديما نجي كلام حلو هي بيبي زيد عاقل ليه بدون شو معنى زيد جي ما تنجم تقول شيء تقول اللهم صلي على النبي وتسكت والله ربي يخليك خليك والله بس يقولها الزرق ترى يقولها لكل واحدة لا مش كل واحدة والله لا سي بافغي نحبها على الاخر وتربينا عليك راه جي بالحق ولا نتوى معيش ليه ليه بالحق هما تربيوا على شوف أمنا دد أين أمكم أي بالحق والله أي وبكل فخر واعتزاز نعم سؤال ذا والله يا حاشم يا سوني كمش السؤال ذا نبدأ حاشم اسألني قديش عمرك قديش عمرك قديش عمرك برافو مثال هنين عمري 40 برسمي حاجة والله عمري 40 والله تظهر أكبر حطينا قريبة من الأربعين مش للأربعين آه صنعت يا حل جفيم جوتي ألو هاي 37 38 صحيح لا خاطر بديت صغيرة هذاك عارف ما توقت لي مثلت شوف لي حلقة قديش عمرك ديجا 24 تسعة ليه 24 شوف لي حل عنده 13 ans يبقى حاجة كيكة معنى كشف مثل يشوف لي حل أنا عمري 30 هاي باوي يصير أنا غالب 26 مازال أنا منحكي معك اليوم معك أنت حوار كما عمره ما تعمل لك قبل حوارات اللي تعاملوا معك قبل كل تفرجت فيهم مريتهم قريتهم نقول لهم باش نعملوا حاجة اللي عمرك ما حكيت فيها قبل وتوعدنا احنا في البرنامج نتاع اسمه بالي ماسك انه ما غير ماسك تجاوبنا ايه ربي يستر خايف مش نحن سينون تو مي لو ماسك لا 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 ما غيرت ماسك احنا لا الجملة ما غيرت ماسك بكل بي سوجي سوجي مهم برشا سوجي مهم برشا يا جماعة نعرفوا اللي جاي شهر رمضان وبعد شهر رمضان يبدا موسم الاحتفالات بالعروسات دونك الصيف هو فصل العروسات نعرف يا زياد دونك جاي الإدارة غير عادي جاي موسم العروسات دونك والعروسات كيصيروا فما زوز عائلات وميزهم يكونوا متفاهمين تعرفوا الاشكاليات اللي يصيروا بين العائلات شنو ينجموا يكونوا ينجموا يوصلوا حتى انه يفشل العرس بسبب اشكال بين زوز عائلات دونك الاشكاليات هذه تنجم تحصل وقتاش وقت يبدا واحد من العائلتين مش راضي على الشريك على العروسه ولا على العروس ولا وكي يبدا مش راضي اكيد عنده سبب حسب رايه هو شنو السبب اللي يرفضوه انه باش يكونوا شريك حياته ونشوفوا الفيتير هذا نرجعوا مع بعضنا
التونسي ما يقرر باش يرتبط كان بعد ما يخمم برشا ويتأكد انه لقى الشخص المناسب ليه، وحتى كان هو موافق لازم والديه يوافقوا، وكل واحد شنية الأوصاف اللي يحبها في شريك حياته، وكل واحد زادة عنده حاجات ما يحبهاش. هذا اللي خلينا نهبطوا للشارع ونشوفوا شنية الحاجات اللي ما يحبهاش التونسي في شريك حياته، ونشوفوا الأوصاف اللي ما يخيروهاش الوالدين في الشخص اللي باش ياخوه ولدهم. نوما مدام الحاجات اللي ما تقبلهمش في الراجل اللي باش تعرس بيه، انه ما يكونش مشحاح. هذه عقتي في الرجال بتاع تونس الكل، ما نحبوش راجل مشحاح ويقوم بوظائفه كما كل راجل، فوالا، وما يسمعش كلام امه برشا، يعلي لي راسي قدام صاحباتي البنات، فوالا، مانيش غاسيستا، ما جو بريفير يكون بلون، فوالا، نحبو بلون، فوالا، عادي. تحبو بلون عنده الفلوس؟ الفلوس، عنده الفلوس، نحب برشا، بيام، اودي 5 6 8 كفام ولا حتى 10. طماعة بعدها طماعة، ما تكون طماعة، راك فاهم، تحب الفلوس بزاف ومنها. فوالا. فيزيك ماما ذبية طويلة وضعيفة ولا بيضة قمحية هكيكا زادة دو بريفيرونس ديما السمرة ليه ليها البدو من الأول ما تفهموش مع بعضهم، هي كما يقولوا من العاصمة وأنا من الريف، فهمني؟ ما هذي الكل رو سفرين دير جي. أنا أنت ما تقبلش ولدك ياخو مرا مجانو؟ ما يجيش منه، ما نقبلش وهذا كل ولد، علاش؟ هذا أول حاجة بالنسبة لي أنا، ما نحبش ولدي ياخذ واحدة ما يش مسلمة، فهمتني؟ تكون فرنساوية، ألمانية، إيطالية، إن شاء الله نيمبورت كوان، المهم تكون مسلمة. والله هي طفلة تونسية في حد ذاتها ما فيها حتى شيء يعجب، فما غير الكعبات قليل، لكن تلغى معظم البنات تلقى منهم كعبة ولا كعبتين، مستحيل كي باش ناخذ طفلة ما تحبش الجمال اللي نحبها أنا. يعني. سمرة نظاش بها، من فاميليا لهنا، من مرسى يعني من تونس، شيرة تذوم، كيلي قلت لك ليها كل قاوم. بالمرأة التونسية؟ ما خاب حد شيء اش قابل باش نقبل فيها. لسانات مولتولها 2 متر ويديهم 3 متر لا يا ولدي، لو نشوف نلقى لهمش عزوزه فهمتي في اسبانيا ولا في البرتغال ناخذها له ويبدي شيخ غادي. لو ما عادش ماخذ امراه اللي ياخذ امراه ماخذ باندي معاه في الدار، فهمتي؟ تي قنبله مدخلها للدار تي باندي. البنات تو ما يهنوش وليدي على الشيء اللي نشوف فيه مخدرات يعملوا فيهم ولاو اكثر من الرجال، ما تجيش هذه. معناها انت مثلا ما تقبلش امراه تتكيف؟ لا ما نقبلش المرأة تتكيف ولا تخدم جدا في الشارع، ولدي يخدم عليها باش يعرف قيمته شنو هو. لازم يكون عنده معناه المينيموم، نقولوا احنا نتاع الحاجات باش نجم تعيش وتعيش صغارك وتعيش كل شيء، معناه لازم يكون عنده مثلا خدمه، دار، كهرباء، هذوكم حاجات معناه اساسيه. والله طفله خايبه تبدا خايبه عفشه ما نقبليها، ولا هي شقره ولا هي سمراء ولا هي بيضة برشا زادة توكلي تروس ونسيبل نص نص تبدا باناشية كيك حلو. نحب أنا كيما لي مارتينية ذوكم بي مارتينية ذوكم كيك عسلي بلون كولير وكلفو متاحهم. مثلا واحدة مطلقة ولا راجلها متوفي وعندها ليتام مثلا، ولدي عازب شيخ واحدة مطلقة، لا واحدة تبدا في جارو. احنا كواحد انسان تونسي ما يساعدوش امه مثلا، ما ترضاش بوحده من الريف تقول انا وقال لي وقلت لك هذيك بالحق. ما احنا فينا، احنا التوانسه فينا نقولوا هذيك ريفيه ولا ذاك ريفي ولا ذاك ماهوش ولد بلاد. انت كيف تحب هالطفله اللي باش تاخذ؟ حبها طفله تبدا عسله يعني لا بيضه لا كحل. اكيد راك عندك اكسبيريونس قبل، معناها شنو الحاجات اللي ما يقبلهمش الطفل فيك انت؟ معنا برشا غاسيزم في تونس يمكن هكيك نتصور هكيك. قول انت على خاطر اللون فما شكون ما يقبلكش؟ اي موجود بكثره زاده، يعني كل ما نتعدى ولا ما نعرفش يعني عبيد تبدا تغزر لك تقول عليك درشنية عاملة نعرفش يعني بيت فيك هكيك. هي الخليقه خليقه ربي، اما كيما نحب وليدي كيما فهمت. سمرة نورمال مقبولة، قمحي مثلا سمرة هكا شوي، أما مش كحلة كحلة. نورمال ما تصفقوش بعد ما تعدى حاجة من اللي كنتوا تفرجوا فيها. باهي تعدوا برشا دي بروبو، معناتها راهم توانسة راهم ماهمش هذوما كهو، راهو توانسة فيهم برشا عباد راهم يقبلوا الاختلاف، راهو توانسة قابلين الاختلاف ويعيشوا مع بعضهم، أما هذوما حاجات اللي كنا ولا كانوا الإعلام برشا من الإعلام والميديا مغطي عليهم عين الشمس مش ما تراوهمش. وإحنا برنامج نتاعنا اسمه بالي ماسك، دونك تسقط الأقنعة شوفوا الحقيقة كما هي.
دونك دي بروبو بالرسمي شوكون على الاخر. اي ما سامحني مش كلها راهو برشا. ناس كلها. ناس هذا لا ما نحبش نعمم انا. لا اي ما برشا برشا. موجود الشيء هذا موجود برشا. سامحني انا اللي حسيته من الناس اللي يتكلموا انهم شخصنوا الحكايه، معناها تكلموا كانه فما اللي حب يرمي كلمه، كانه فما اللي حب يتكلم عن تجربه صارت له خايبه بتتخ ولا شاف جاره ولا جارته، اما الموضوع احلى من هكا برشا. هذا اللي موجود يتكلم فيه في شخص. انا اتكلموا بشخص. انا بسلم عليكم تور دو تابل في اللي سمعتوه هذا. انا هي اكثر حاجه ظهرت لكم شوكونت في اللي سمعتوه. امينه لو راسيزم برشا ما هذاك كيم شوك. انا توا نقولوا مازلنا 2019 سمع عبيد به طارق. انا حاجتين، حاجه نتاع اللي ما يخوش من الريف قال ما نخوش من الريف، والحاجه الثانيه نتاع قالت ما يخوهاش كحله ولا شنو مراه بت برجول الشوكي. باه سونيا. أكثر حاجة صادمة أنك تسمحهم يقولوا ما نقبلش، وهي حاجة ما تتعلقش به شخصيا. ما نقبلش ولدي ياخذ كذا، ما نقبلش بنتي تاخذ كذا، في حين أني حياته شخصية. احنا عندنا المشكلة هذه في تونس اللي العائلة تتدخل في حياتك وتقرر في بقعتك، وإذا كان تدخل في صراع مع العائلة على خاطر تحب تتمسك بك الشخص اللي تحبه، ما يقعدلكش حل، ما يقعدلكش برشا برشا حلول. يا تقطع معك الشخص اللي تحبه، يا تقطع مع عائلتك. يعني ما نعرفش اذا كان الناس واعيين انك وقت اللي تدمر ولدك ولا بنتك بالطريقه هذيك تحرمه من الشخص اللي يحبه واللي اختاره، راك قضيت عليه. يعني ربما نهار اخر باش ياخذ بنيه ما يحبهاش على خاطر باش يرضي امه، وباش يرضي امه على شنو؟ باش يرضي امه على اساس تمييز عنصري مثلا اللي هو جريمه، معناها باش نتفقوا راهي جريمه يعاقب عليها القانون. ما تاخذهاش كذا، وكأن عندنا درجات في اللون، راهو عندك الدوغري هذيا ما عندكش تقول لك لا قمحي لا ما نعرفش كذا، في حين ان الناس تحب بعضها. ما فماش تفسير للحب، ما فماش ما فماش، فقط يحبوا بعضهم، ومش مش وجوبي انك ترضي عائله كامله، بوك وامك وخيتك بداوا راضين عليك الناس وانت ماكش راضي على روحك ولا على اختيارك. شنو رايك مريم؟ انا مش برشا حاجات يمون شوكي لا فيغيتي، جست حاجه بركه اللي قالت ما نحبش ولدي ياخذ وحده كحله. كي قالتها هكاك سما شوكي، من الباقي الكل معناتها عندي منه في عائلتي دونك انا سام ديرونج با. كنا شوكي شوكي، منا عايشين في المجتمع ونعرفوا نحن عندنا نظريه مختلفه لاي حاجه مختلف. نحن كل شيء نحبوه كيما نحن، معناتها هذه عقليه تربى عليها ملي انت صغير. لواش نحن نكذبوا؟ ما نقول نعيطوا لهم في الشارع عندنا واحد يبدا اصلا نعيطوا له يا كحله، ونغزروا له درا كيفاش يا ما كذا يا زرقاء، وعندنا في العائلات الكل شوكي. منين شوكي؟ سامحني اخت مريم ولا شوكي، ما كي تجيو نعرسوا هذيك منين وامها اش تعمل؟ نحن تكون كوا في البلاتو مليكا عايشين في سويسرا، كل شيء موجود. يلزم الجينيراسيون الجديده اللي باش تتربى تو، نحن فات فينا الفوت خاطر قعدت عندنا هذايا الراسيزم وشنو هي باش تاخذ. وكل الجينيراسيون الجديده اللي باش تتربى تو في المكاتب يلزم يعملوا لهم يقريوهم، لان انسان يبدا مختلف عليك مش عيب، وانسان كذا مش عيب، وتعرس بكذا يعلموهم الصغر. خاطر خاطر نحن ملي صغير تسنسوك عيب مش نتاعنا مش منا مش كذا. انا باش نقول كلمه واحده، احنا ديننا الاسلام، احنا مسلمين والاسلام سوى ما بيناتنا في كل شيء. معناك فيش واحده تسمح روحها باش تخرج تقول كحله، هذه حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، فاست امراه مطلقه ما عندهاش الحق تعاود حياتها، علاش؟ تموت شو خايب؟ معروف في العائله، شو في تونس كامله ما يلزمش. جيب لولدك، جيب لولدك امراه مطلقه تقولوا لي ما تاخذيش، هو اختار، هو حب، هو سمحني في تونس العائلة ما يجيش زعما تتبدل الحكايه دي، وخلي كل واحد يرقد على جنب لي رتحه ويختار العبد اللي يحبه. يزينا مريض مطلقه وكحله وسمينه وزرقاء يزيو، رانا عدنا التالي. ومراه كي كبرت نورمال تعرس، ولدك حبه ما تقولش هاي كبرت، هاي كبرت، هاي كبرت. انا في 40 انا مانيش ندافع عليهم، اما راهم هما ما همش واعيين، هما ماشي في بالهم يحميوا في اولادهم، يتكلموا بان برشا انانيه وبرشا زعما حب لاولادهم، فهمت؟ هو في برشا غلط. اما انا نحب نقول حاجه، انا نمشي بالبرنسيب نتاع شنو يقول الفيلسوف الالماني نيتش، يقول كيس الحب راهو فيه برشا مراره لازم نذوقوها. وي بابو في حلقه اليوم، في حلقه اليوم عندنا مساسين نجيبوا انفيتي ماسكي. اليوم جبنا زوج ضيوف، دوز انفيتي ماسكي دونك موجودين لهنا بعدنا في البلاتو. نحب تصفيقه كبيره برشا ليهم.
دونك عنا عفيف هكا ولا عفيف ها؟ اي عفيف وصديقي ذكرني في اسمك؟ حمزة. حمزة باهي عفيف وحمزة. حمزة كانت نجم قوي لي شوية في صوتك، أنتم أصواتكم زوز مبدلين. داير أنا أول مرة باش نقول معناتها ملي نبداو تحب نخليوكم أصواتكم الحقانية معناش علاش نبدلوهم يذول؟ اي خليو باهي خلي حمزة خلي لك صوتك كيما هو. خلي لي صوتك كيما هو. باهي خليهم أصواتهم كيما هما. باهي باش نبدا منك أنت حمزة، أكيد كنت تسمع في الموضوع اللي حكينا عليه، أنت عشت بتجربة أنك حبيت طفلة. أي. وصلت معها للعرس. قبل العرس شنو اللي صار بالضبط؟ احكينا ساعة كيفاش تعرفت عليها؟ قداش قعدت معها قبل العرس؟ تعرفت عليها في 2012 و قعدت معها معناها بريود طويلة عام ونص. بعدها بالضبط جاتني قالت لي حمزة راهو نحبك تمشي تقابل بابا وتشوفه وتحكي مع بعضكم. دونك مشيت كلمته في التليفون قلت له نحب نقابلك نحب نحكي معاك ابروبو الطفلة اللي حشتي بها. كي مشيت حكيت معاه يعني اول ما وصلت تصدم معناها اللي شوكي. دونك شنو شوكي؟ شوكي من شنو؟ شوكي خاطرني انا اسمر. دونك كي شافك شنو كانت ردة الفعل نتاعو؟ ردة الفعل نتاعو وجهه تقلب ولا يحكي معناها معايا درا كيفاش يعني حس روحه معناها عبد جاه غريب عبد مش كيما العباد. بعد عملت قهوه انت وياه روحه عملت روحة قهوه شنو اللي صار؟ هذا قبل ما اتفقتوا على العرس انت وياه معناتها بديتوا بروسيدور معناتها رسميه باش تعرف على العائله. هو قبل ما نغادروا معناها قبل ما نروح قال لي جملة، قال لي رانا نحنا في عائلتنا ما عناش كون يا خو أسمر، ما عناش بنات يا خو أسمر. دونك الجملة هذيك معناها تلخص الوضع الكل. كي روحت للدار كلمتني طفلة حكيت معاها قالت لي بابا راهو يعشق المدار، بابا راهو معناها ما يقبلش، ما عناش في عائلتنا صحيح نحنا شكون يا خو أسمر، وأنا ما نجمش نتحداه، ما نجمش نعمل حتى شيء معناها. هل تعتبر انها كانت تحبك بالرسمي كي عملتك هكا؟ ما كانش نجم تقول لي انا نحبوا الطفل هذايا مهما كان لونه، وابريتو ماهيش تعمل في حاجه غلطه، ماهيش قاعدين نشجعوا راه باش تقول لي لبوها، ما كانت نجم تعمل ان ايفور باش تقنع عائلتها. ما عملت حتى ايفور، وما قنعتش معناها حتى عائلتها وتبعت بوها. اصبر كانت تحبك بالرسمي هي ولا؟ يمكن. بعد ما عادش معاها انت تقلقت نفسانيا من الحكايه هذايا؟ تقلقت نفسانيا بيفو ومن بعد وصلتها بميساجات بحاجات من قلبي خرجتها وانقطعت علاقتي معها نهائيا. اكثر كلمه قالها لك الوالد نتاعها وجعتك شنو؟ اكثر كلمه قال لي ما عناش بنات تاخو كحلان. باهي نرجع لك من بعد حمزه خاطر حياتك تبدلت للباهي بالحادثه هذيا. دونك حمزه صناعة من الضعف قوه، تم بعد يفسر لكم كيفاش. عفيف عسلامه. مرحبا. عسلامه مين؟ انت فت ليتاب عفيف نتاع انه مجرد تعارفك ها وانت عرست كريمون. وي. ومعناتها احكي لنا الحكايه من الاول للاخر. انا جو مي ديفوالي باش نحي الماسك خاطر صوتي ياسر معروف. جو بريفير اتخصص. انا نفضل اني نقدمك ساعه من بعد نحي الماسك. باهي داكور. للي ما يعرفوش عفيف كانت تعدت معنا في الحوار التونسي، عندك عامين يظهر لي ها؟ اي في برنامج حكايه تونسيه على الكوبل ميكست ريوسي. كوبل ميكست اللي كان ناجح بين اسمر وابيض ولا معناتها كوبل ميكست ناجح، وكان جات هي المسيو نتاعها وحضرت لهنا في بلاتو الحوار التونسي. دونك نقول لك برافو على الشجاعه نتاعك، كانت تحب تنحي الماسك لازم. دونك عفيف كنت عديت معانا ككوبل ناجح ومحلاكم وعايشين بالكدا هكا ولا؟ وي. وشنو صار من بعد؟ والله من الاول هو دخلت بعضها شويه. لعبت كل دخلوا فينا. نبداو نمشيو نعوموا وانا وياه. يقولوا شو لو سيفاش ضرب على قلبها. بوغ بون انا وياه اونتر بارونتيز ما نحبش نقول على روحي لعبت كل تعرفني شكون انا وشكون هو. مي ما كولور تخليني معناتها بوغ انا نجم نكون اقل منه، باغ كونتخ انا وياه ما نتقارنوش جمله، فهمت؟
جست عفيف تاع مزيان حينا اللونات تاع الشمس باش نجموا نراوك بالقدام. بلا نربيهم تاع النظر مش تاع الشمس. كيف نجم جست نحيو عفيف خاطر مغطين عليك شويه دونك باش نقولوش من بعد هكا جات ماسكي مش ماسكي دونك خلينا نبداو سور كيف يبداو يراو فيك 100%. باهي دونك عائلته معناتها من الاول كانوا قابلينك ولا؟ كما قالك حمزه هو راه شويه منا وشويه منا. بون بوه سمعت باغ لا سويت اللي هو مش حابب وكل شيء. انا زد اخويا ما حبش عليه. اما ما حبش مش على حكايه اللون خويا. هو صاحبه يعرفه ويلا بوكو دو ديفو. وما صابني سمعت كلام خويا اونتر بارونتيز. شنو الحاجات اللي صاروا في العرس نهار العرس معناتها اللي ما نسيتهمش واللي قلقوك؟ والله هو سانسيغمون نحكي عليه هكا كاني مش ممنه روحي اللي صار. كان ياسر فرحان ويشتح وشيخ سيامين فتك بحاجه هو اللي تي فيونسي افيك اون بيضه كما هما يقولوا فهمت؟ دونك لا لي سي تومبي البيضه وخذاني انا وحبني ويقول لي نحبك وانت الدنيا الكل وحتى اخته قالت لي قال لهم انا حتى شيء ما يجي قدام عفاف. باغ لا سويت تعرف اوني دون اون سوسيتي كي غوفوز توتالمون بلوز او موان البنيه تاخو واحد ابيض فهمت سي لا كولور كي كونت سي با العبد اخلاقه وطبيعته هو شنو كيما امي تقول الزين زين الفعايل اوغ مالوغوزمون هما يخزروا كان للون وما يهمهمش لا في الفعايله في حد شيء. في العرس ما صارتش حاجه من عائلته كونترك ولا كونتر عائلتك ولا حاجه؟ والله العرس تعدى بالقداش احنا العبد الكل عائلته تشتح فرحانين واحنا فرحانين كي جاو يخطبوا فيك من الاول معناتها قبلوا معناتها جاو عائلته؟ قبلوا ما ثم حكايات سمعتهم التالي فهمت؟ كيفاه؟ كما البو قال ما نعرفش اش عملت لولدي باش خذيته. اوغ هو انا نقول شنو هو اللي عمل لي باش انا خذيته. وعلاش وصلتوا للطلاق انت وياه اليوم؟ طلقه انت ديجا اليوم. وي وي. علاش بعد ما تعديت في التلفزه معناتها بداوا مشاكل؟ بعد بون في التلفزه تونس كامله قاعده داخله وش شكون خذيت ودرا شنو الحكايات هذوك تعرفهم. هو الى بوكو شونجي. نجم نقول لك انا جلوتي انا حتى قلت لك خويا ما حبش يعرفوا الا انت الى ان تري غران ديفو الى بوكو شونجي. انا لعبت تعرفني انا ما نحبش نشكر روحي انا رجله وكنت معه واقفه معاه كما قالوا سونامي انتيم تحفيك الخير. دونك هو هكاك خويا يعرفوا قلت لك اكثر منه هو اللي ما حبش على الحكايه هذه معناتها خاطر يعرفوا شنو انا ما نعرفوش انا عرفته حبني وحبيته برشا. انت عفيف معناتها حسمه فهمت اللي انت معناتها الحمد لله ميسوره الحال. الحمد لله يا ربي. وحكيت لي وقتها قاعدين نحضروا في البرنامج قلت لك راك راكبه في الكهربه نتاعك شنو يقولوا؟ هذيك مالوغوزمون ديما نسمعها يا il me prend pour une étrangère اللي هي زعما من الباد ولا من حاجه هكا سينو نبدا ماشي البلاصه ميزامي انتيم اللي يحبوني برشا سوا ديزون فهمت نهارتها الكازات كانت مسكره نتاع الكهرباء بون نجم نقول نوع اسم الكهرباء ولا فازي ميسر انا داخله بحذاهم جايه والكازات مسكره فهمت قالوا كلمه كبيره برشا قالوا الدنيا الكلبه بور نو با دير الكلمه الخايبه وصيفة في مرسيدس لا شراوها لي ولا مدوها لي ولا عطاوها لي انا جو سويز اون فام دون فامي موديست كو جو مسوي كونستكويت توت سول جو سويز امبيسيوز وقدة ربي ورضيت الوالدين معانا وكا هاو هذاك شنو نجم نقول لك. باهي حمزه نرجع معاك حمزه هي امبيسيوز وقالت انا نجمت نتجاوز ونفهم كلامها اللي هي امراه قويه. انت كيفاش نجمت تتجاوز انه عائله الطفله اللي حبيتها في حياتك رفضوك باش نجمت تتجاوز هذا؟ نجمت نتجاوز هذايا بالفن وكان نجم امين نحي معناها الماسك حط نحي ماسك وي فازي نحي الماسك قلت لي انت تغني هكا ولا وي كان تحب زياد اعطيه جوست ميكرو باش سمعنا حاجه شنو تغني مع تغني راب راب باش نسمعوا حاجه معناتها من عنده من الغنايه نتاعو اسمعوا لي بارول مليح شنو باش يقول لكم. قول لي شنيا ذنبي صاحبي قول لي شنيا عملت نحكي بكل ثقه خاطرني في بلادي تألمت كلنا توانسه صاحبي لغه طلعت مضروبه رينا منهم كان الحقره عايشونا في كذوبه مجتمع مريض فرق من لون البشره حقروا الاسود والزوالي وحقروا ولد
تشره نتكلم على حقي بالفتنة يتهموني سمولي منصب واحد فيه توصي في لوني رغم اللي احنا توانسة بيناتكم كبرنا معنا حد يمثلنا في بلادنا وتبهذلنا هم قالوا نحو العبودية دي وين القانون من برا باين حر اما من داخل مسجون في بلاد التمييز ما ظهر ما زالت موجودة شوف الشهار تيليكوم تقول عليها مقصودة سكتوا على الموضوع توصيه كلاتوا ندوة اليوم صارت في ليبيا خايف من بلادي غدوة لاحظتوا اسود قدوة لسنوا قوانين ناقص في تونس يركبونا سلاسل في الرجلين اسود وافتخر حتى كان ما حسبونيش الراجل يجيب الفلوس حجرته ما تضعفنيش قالوا كلام جارح والله ما على بالي كان جيك خاطب لبنية جامي تعطيها لي مازالوا سميونا لون الاسود وسيف في ارضنا هينوا الناس وهينوا لهجة ولد الريف في تونس تراهدين والنفاق والخوف ما نسلمش في حقي مهما كزات الظروف موضوع مسكوت عليه خاطر ما يحبوش الحقيقة سموني كحلوش ويحبوني نعطي ثقة كان النفاق للنعبات تعبد الدينار كنا ولاد تسعة ما مجتمع حقار بعد ما سمعت حكايتك حمزة عملت غنية على الحكاية متاعك عملت زوز غنيات هما ديجا غنية كحلوش وبعدها منش راسيستي اللي ومعايا صديقي إدام قعدنا مع بعضنا نتحاوروا هو يقول لي رانا نحن منش راسيست وانت تحب تعمل فتنة وانت تحب تعمل بوبلي في البلاد وكل شيء وانا جاوبته معناها بالفن متاعي واقنعته معناها اللي راهو موجوده راهو ما عندناش شكون يمثلنا راهو ما عندناش كذا راهو ما عندناش في البلاتوات تونس الكل تلافز تونس الكل اسمر في بلاتو يعني ما فهمتش في الاخبار في قناه مثلا في الاخبار دغيغ ما يعني باش نكلمه اي تفضل سي امين نجمو نعملوا حد للعنصريه احنا تجيبونا كل مره نحكيو ونمشيو هاك بحذنا اليوم والله انتوكا والله ما حذنا اوفيسيلمون يزينا ياسر بلونديت نبدلوا شويه الجو شويه هكا لون مريم دباغ امينه محليهم وكل شيء مي شويه لون هكا شو عفيف خليك تتوجه بكلمه للتوانسه اللي يتفرجوا فيك توا والعباد اللي قلقوك ولا المسيو اللي غدرك ولا العائلته شنو تحب تقول سي امين نحب نقول لك حاجه عندي مون امور ليس دريرا سعيد عديت لحاجه اخرى لا طفل صغير عمره 4 سنين ياسر يحبني نحب نقول لك حاجه كلو غاسيزم يرسخوا الكبار في الصغار تعرف شو يقول لي يقول لي عفوفه ما بنك انت شوكولا خضرتك ليسر شوكولا شو هو الجلبيل وما قاليش لك حلوش الا وصيفه دونك هذه احنا لازمنا نربيو اولادنا وصغارنا واللي من بعدهم باش ما نعلموهمش يقولوا هذاك كحلوش وصيف نفهموهم اللي ثم العبد الوان ثم الاحمر والكحل والابيض والكلنا كيف كيف ونقول لك لامور نا با دو كولور حمزه لحظة ثانية أنا جايك مريم أما سمعت معلومة من عند حمزة والله لاني عارف معناتها تسكن صدق ولا ما صدقهاش قال لي فما بلاصة ما نحبش نقول وين في تونس أخطأنا قال لي راهو فما كيران للبيض وكيران للسمر وفما مقابر إي فوالا اسكو صحيحة حمزة الحكاية هذي ولا شبيك حمزة موجودة وصحيحة ومعناها حكينا فيها برشا مرات الحكاية والعباد تعرفها لازمنا نجاوزوها الحكاية ذي أنا باش ندخل في حكاية الجبانة هي جبانة تاريخية وقديمة وثم جبابن في البلاد اللي تحكي عليها أنت ميلونجي كحل وبيض وثم بقايا عزدا فيها العرب اللي هما سواديزون مش ولاد البلاد جبانة إستوريك وفي البلاصه هذه كبيده ثم جبام برشا ميلونجي وهي قاعده الوحيده خاطر الي استوريك معناتها عندها ومش متقلقين راهو جماعه منها اللي دافنين فيها
هما مقابلين بعضهم راه واحده نتاع بيض والاخرى نتاع كحل، واحده مقابله واحده ما بيناتهم ممشى هكاك فهمت، باب منا وباب منا، وزوز مش متقلقين وقال لك ليه هكاك معناتها احنا نحبوا ندفنوا روحنا هوني ما فهمناش منها نورمال ما يصيرش هكاك. باه حمزه ميساج الاخرين لعائله الطفله اللي رفضوك، الطفله اللي من الاول رفضتك على خاطر لونك وعلى خاطرك زوالي، اليوم انت قاعد تعمل طريق لروحك والحمد لله يا ربي ماشي الامور معاك، شنو تحب تقول لهم؟ قول لهم ان شاء الله ربي يديهم ساعه وربي يسامحهم وانا مسامحهم، خاطر كان ما جاوش هما انا ما نجحش توا، ما نكونش انا عندي تورني اللي حلمت بيه في الافريق الكل يعني، وما نكونش عندي زوز جوائز، جائزه ايام قرطاج موسيقيه وجائزه في الكاميرون، دونك ما نكونش عندي زادة حفله في امستردام، ما نكونش عندي حفلات اخرين زادة في الاوروب، دونك من هي خلتني انا قوي ديوانك وقت البرد كلاني قولي لها حتى صيغه كبيره برشا على عفيف وعلى حمزه يعطيهم الصحه زوز. ميرسي لاولاد وبرافو برافو، ان شاء الله ربي يوفقكم محلاكم الزوز. مو عملنا زوم اليوم ثانيه، عملنا زوم على حاجة موجودة بالرسمي وريناها كما هي اليوم بان اكزومبل كونكري. اسمعني قبيلك انا نسمع في الغنية نتاعه قال كلمة ياسر صحيحة، مجتمع مريض بالحق، احنا مجتمعنا راهو مريض بالحق، ان تربينا على فكرة انت حتى كي تشوف حتى الأمثلة الشعبية نتاعنا نوع نتاع اللي ما ياخذش من نصه وعقله خصه، وكل الفكرة نتاع اللي يلزمنا فرد مستوى اجتماعي ومن فرد منطقة ومن فرد كذا ومن فرد لون، يعني صحيح انه بالحق اجيالنا ما فيهمش دواء، ولو واحد ينجم يعمل مراجعات يقعد بينه وبين روحه يقول انا علاش رافض، شنو الاشكال في انه ولدي والا بنتي يختار انسان مختلف علينا، مختلف راهو مش اقل ومش اكثر، ما فماش اللي اكثر واللي اقل، فما ناس مختلفين، ربما باللي عملناه اليوم بلكشي فما كان المسوشي حتى 10 من الناس يقولوا يعملوا مراجعه لارواحهم، لكن يلزمنا نخدموا على الاجيال القادمه. انا من رايي اللي فما افكار قاعده واحله عند التوانسة كيما المسامر المصدى. صحيح. كي باش نحيهم المسامر المصدى يلزم تجيب لهم كلاب قوي. كلاب توتسي. فري كلاب، الحمد لله يا ربي الواحد خذا استقلاله. نحب نقول مرحبا بددو، محلاك ددو. يا فرير يا داعر، ها؟ الأخت أنجلينا جولي طلقت براد بيت ومشات استبنات قبيلة كاملة من الأفريق يا أبو قلب. المزمر فيهم كي هبطوا عليه باش يهزوه لقاوه يلعب في شيلا فورميه هو والسيد. وأنتي يا منظر، ها؟ يا قردة. باهي يا قردة. يا منظر مسوح بواحد 3 سنين صديقك أحمق مسكين يا طروقة مقحفته في 60 متر مكعب ليد بول. كل يوم كوارت ومن بعد شقاتلو فرير شقاتلو؟ نحبك كي خويا. شكون كافرة؟ ها؟ أنجلينا جولي كافرة؟ وأنت يا ها؟ ما ناظر متعوذني تف يا خويا، مهم هما كفار لوروب، سيبونا نمشي يا حكومه يا فريره يا اللي تتفرجي فيا، الشباب هذا انتم تحبوا تقعدوا لهنا يا بنتي يا نحبوا نمشيوا بحض الكفار، سيبونا يا فرير، نحن نحبوهم بربي تصفيق على الكفار. حكومه يا فريره، يا لو كان تسيب نهار واحد الفيزا ورحمة قردة أنا كلاب نابت لافنيو نعاير تعرف شكون يجاوبني فرير؟ ابنو خلدون، ما فما حد وفاو، قول له فرير وينهم الجماع؟ يهز الكتاب يحطه تحت الضبوط ويقول لي ورحمة قردة يا كلاب، يا لو كان مش طرفة السيمانة ذوة وجهي العادي راوه للممات، تفرق البلاد نحن نحبوا نشيو بعض الكفار، سيبونا في البلاد هذيك أكا بلجيكيا وكسيد، ما ناظر هذوك من نطلع عليهم. ها نحن محلانا هايلين ناس مليح. نقتلوا نحن. نقتلوا فرير الراتسة ذي حاجة بنينة ياسر.
خويا الغالي الراس هذيك اللي هما الكفار الطفلة البراءة متاعها تتواصل حتى ال 14-15 سنة مازالت بريئة فرير والله نحن لهنا عمرها 4 سنين مازالت فهمتني ولا لا تبكي وتغرد وتنوح شبيك تبكي يا منذر شبيك تبكي فريد ولد عمتي قال لي أنا ربو عروسة وعروس ما حبيتش شيخ يقدمني من كتفي وفات البراءة وفهمت الفريرة اللي راهو الطفل التونسي كائن اوتوماتيكمون مفترس أصيل ولاية ناشيونال جيوغرافيك والحين لهنا الطفلة كبرت شوي الطفلة في بلجيكيا مثلا في بلاد الكفار جاها أمها تقول لها سالو كلودينا سافا بيبي تقول لها وي سافا مامون شو سوبر كونتونت ici l'école et tout Tiens, bébé, ça, c'est un cadeau. C'est quoi ça, maman? C'est une guitare, bébé. Tu sais, le monde, il va parler musique, c'est normal. Tafrah, miskina, tchir. Et n'est-ce pas, mouchène, à l'heure. Tafrah, miskina, t'es la guitare, à fille Tunis. Hey. Ya Foufa. Amour, à Fasne. Foufa. Ya Fathaya. Ma, c'est que c'est le tarbige, frère. Photoshop. Chbik, ya. Chedbi. Chnou. Rahaya, m'ta salata, m'chouaya. هي كيكي مزيت مامجة وتخدرها بزوز كواتات يا منذر هذا يزهزك باش تبوري باش تعملي لي العارة بنت جيران عمرها 10 سنين سيبون عرست وسافرت تو تبعث لهم في الفلوس يا وجه الفخر الطفلة وقتها تبدا في ضغط وتفهم اللي لازمها تكون عائلة هذيك هي الميسيون يركبوها لها في راسها مالوريزمون ديجا انتم كلكم تحبوا تعرسوا تكذبوا كي تقولوا لي ما تحبوش تعرسوا تحبوش تعرسوا تكذب يا زبلة كذب تكذب يا منذر ما تحبيش تعرسوا بس النبي محمد اللي بجنبك هذاك تلعب له توا توتسوي توا توتسوي تفهم الطفلة التونسية مسيكنة البريئة عجبتك فراسة قول والله المفترس قلبه معبي المفترس هو هو مفترس كاميرا هو تفهم الطفلة وتدخل في ضغط نفسي اللي لازمها تعمل عائلة ما يبقى انك انت تعيش في تونس في نهج داركم بك الجبة ذيك ما تنجميش تتحركي وفرانكلي الحل الوحيد باش تخرجي من الفقر من داركم لازمك تعملي عائلة باش تعملي عائلة مالوريزمون لازمك تروم واحد من المناظر اللي يستركيليو في الناتور هذوما الاولاد ترومي باش تعملي معاه عائلة كيفاه الله اعلم الطفل هايج خويا لازمك تدخله تقولي جا نعرس كيفاه ما نعرفش باش توصل تركبها يا طرقة يا بنين باش توصل تركبها لواحد تونسي يعرس بيك باش تقنعوا عبارة تحب تقنع مريم دباغ ما عادش تتصور هكا مش ميتي جملة الحبايب هذا قلبه معبي زاد فرير بلاي يا فرير باش نسلك اش معناها هكا دوك فيس اقدمني هذيك قال له دوك فيس سايب عليك تحرش اي الطفلة في تكذب وتتحرش وكل شنو اسمع فما اولاد راهو يتصوروا هكا مش برعاني زعما كان زعما كان فمو ينملك سي فري سي فري يكذب والله اولاد نعرفهم من غير ما نسميهم اي سيدك يا بن سيدك الطفله دخلت للليسي اول نهار في الليسي داخله حمقى عادي معناها اول نهار زدمت في واحد يقرا باك طوله جي 3 متر هكا عرفته كمراهق محترف شعر مفرفش سيجاره في فمه جين مقطع عنده لهنا تاتواج ناتوريال مش بالعاني زعما راني جارح على الاخر يظهر لي فهمتوني على شنو نحكي صحيت صحيت وعنده شعرتين لهنا مربيهم من الثانيه ابتدائي زغب قال شنو لحيه ذلنا بها ذلنا بها فرير ضربت فيه حسيله عجبها الطفله كي تحب جينيرالمون الطفله التونسيه تولي مصدقه هي قبل ما كانتش مصدقه ولا حاجه بجوست بعد ما حبت وليت مصدقه صدقته اللي هو ينجم يعرس بها هي عمرها 15 وهو عمره 16 ولا 18 كيفاش الله اعلم فرير اش عملت البوها ليا مشات تجري الفيسبوك نحات لقب بوها بوها اللي جابها نحات لقبه وولات مهبولة شقشوق كيفاش باش يعرس بيك يا منذر الطفل
الطفل يعمل في الديودورون تاع امه. وقت اللي امه حلبت له خبيت عليه الدبوزه، تعرفش ولا يعمل؟ ولا يعمل؟ انا وطرق انا عارفوها. كشكوشه تكنيك. امش فسرها لك، كشكوشه تكنيك فازت فقراء ذو ما تعرفوهاش. بعد ما يدوش يعمل لحصه صابون من ده. ولحصه صابون منه يولي يمشي كيف. والله يمشي بالحس برويتاج. سي بون سونيا، جاونا باهي مرجلين. يا ربي فضلك يا غالي، الحمد لله رب العالمين. لا نضرب جماعتين اخرين كونجي. خويا الغالي السيد هذا يا جال سحبته كذاب بعد ما روّمها. اي ليسي في العالم في الكعبوره الارضيه فيه زنقه الحب؟ ما تحكي لي حتى موضوع. كلمه بالتليفون قال اسمع امشيوا لزنقه الحب. قالت له عليه؟ قال نلعبوا عروسة وعروس. ما انت لا عليك ما تحشمش. الشجرة الرابعة على اليسار تلقاني قاعد غادي في الكريم تاع الأربعة. حاجة حاجة حاجة. شكون عاشهم؟ شكون عاشهم هذوما؟ عاشهم ولا لا؟ هو أبدع بالحق. كيرتا عشتهم ولا حطانا في ابدع رضا نور شوي. لا ما تقولش تجاوب خليها ما عارف ما تعرف ايش ما عاشت ايش امين باباس توما احكي علينا انا جيك زير زنقة الحب لا لا ما عشتهمش حكيت هذوما هاي عائلة فرج زير لا لا وش ليش عشتهم انا زنقة الحب ايش فيهم التو انت مالك ليه احنا نوريه كل شيء ما نتخبيوش اي رعب لا تعجبني باه امينه زنقة الحب لا قالت مدب هي ما خلتش ليه زنقة الحب ترى زنقة الحب مترو الحب كار الحب كل شيء انا صنعت هالزنقة فهمت ما عندناش منها نحن قلت لهم الولاد راه ذا رو دامور سميته وين؟ سونيا سي مينيون رو دامور ما احلاها مينيون رو دامور كل حاجه فيها الحب سي مينيون اتونسيون لا لا عاود راسك 4000 ليسي في رو دامور انا انت قاعده ماك ولا ديما قاعده قاعده وتماسكي كل الجمعه تدفي منكم حبيب قلبي خرج اليوم الشارع التونسي شوفوا الشارع التونسي اسكو هو مع اجراء عمليه التجميل البوتوكس والاسيد والشحطان والجبدين والنفخان والفشين والا ضد هيا معنا تابعونا نسمعوا راي الشارع التونسي في الحكايه هذه يلا نحكيو في موضوع الساعه موضوع حير العلماء موضوع دخل التونسي في حيط موضوع غلى الاسعار خاطر التونسي ولا يصرف عليه برشا اللي هو البوتوكس عمليه التجميل مع سيدي الكريم انت ام ضد لا مع غير من الجمال ولا انت مع البوتوكس مع البوتوكس شنو البوتوكس هو؟ تنفخ حناك او تنفخ شفايفها او تنفخ رجال نحن ما نعملوش وجهك شاحب في حاله لازم لا لا, لا 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 هكا صفر تنفخ شفايفك شويه لا هكا يس فم يمكن شنو تحب تردوا؟ صغير تحب تتصغروا اكثر من هكا؟ ما عادش تكلمي جمله ضد على الاخر انا اما مع عبيد معينه تروشيك تروشيك شويه تشلبيق شويه تشلبيق مثلا شكون الشخص اللي تتمنى مثلا تعمل شويه تشلبيق في وجهه؟ انت مثلا شو ترى انا شو لازمني نعمل؟ شويه خشم شويه شفيف على شويه وذنين على شويه مصلي على النبي اسمعني يا عمي شو رايك تعمل شويه بوتوكس في وجهك؟ لا انا نجيب بوتوكس لا لا نجيب عليك شويه تجاعيد عندكم انتم مش اي عنا بلاش اعطوني لا علاش لا والله جو سوي بو على واحد باش يحسن باش يعمل ينحي لي غيد باش يزين روحه ما فماش علاش شويه ينقص انت مع التعديل انا مع التعديل وشكون اكثر انسان قريبك تحب تعدل له اموره قريبي انا مثلا مرتي تحب تعدلها تحب نعدلها شو فاش تحب تعدلها في كل شيء زيدها شوي بوتوكس من هنا شويه 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 منا وشويه منا وشويه في العينين وشويه والشفايف الشفايف قل لي انت مع عمليه التجميل او ضد؟ ضد علاش؟ خاطر خليقة الله عمرها ما تبدل مش خليقة مش مبدل عمليه التجميل قولوا عمليه التجميل مش نحي خشمك مش مش في جراحه تجميليه التجميل شويه نفخان فشل لا عمرنا ننخل نخليهم ديما هكاك علاش؟ هكاك تبعت انت يا عمي شفايفك ذرات تكبر فيهم مبنى ما هكاك حلوين كبر شوي لا لا نكبر لا يقعد ديما هكاك تحت العينين اشهر لا تحت العينين خليها هكاك اكثر حاجه ماشيه في الجمهوريه كامله تو شنو البودوكس بالله والله العظيم انت كنت تونس كامله تخدم على البودوكس البودوكس شنو وين تعملوا والله في البايسكل يا يا بلاصه نلقى نعمل بودوكس نعمل بودوكس والله العظيم وجهك مثلا شو تعمل فيه والله خشب تحب
تحب تبدل تزيد حاجه هكا شويه اي حاجه شويه لفوق اي بعينيك اي نسخر فيها شوي. شكون اكثر مثلا عبيد كان تلقى تعمل لهم البوتوكس في تونس؟ والله سياسيين. شنو تعملهولو؟ والله في مخاخهم. كان جيت اصغر من هكا راني عملت كل شيء. مي شو اللي قعدت في قلبك وتمنيت كان جيت صغيره راك عملت كل شيء؟ صغيره كل شيء، الشفاف، تنقيس الوجه، العينين، تكبير العينين. عاود تستر روحك. نحي الشعر، تستير. نفش خدودي. تحب تفش خدودك؟ اي. تبخذ تفش؟ اي نحب نفش. يا ربي. والله. نحي البوتوكس من عند ربي. هكا هو. انت معاوده روحك بكلك. نافخه شفايفك وعامله خدود ومبدله خشمك وشعرك مركب تيتي بكلك مركب انت تفرجي زياد المكي كلها مركب وقتك انا ضد. لا لا مش ضد اما ما جيتش على فيديو كا. وانت مع؟ انا مع. هي ولات توندونس الحكايه انا مع حاله ما كان في. باش مثلا باش ينحي اللي يريد في مثلا في. اي ينجم عادي باش يصلح هي ما باش كيكا. باش يصلح هي. باش يصلح نورمال مانيش كونتر انا. يعمل حاجه. لا كيكا ما نعرفش. والله انا مع. علاش مع؟ خاطر يشوف لك يشوف مرا خايبه ما تلفتلهاش، يشوف طفله تشوف راجل خايب ما تلفتلوش، بعد يقول لك كيفاش وما عندناش نساء ودرا شنيا. يعني الحل هو البوتوكس. ليه مش حل؟ كما فما عباد محلاهم، انا هكا مانيش سالم خلي نزيد بوتوكس معناها فهمت؟ اه انت تقول انت مزيان على الاخر. الحمد لله يا رب. يبقى فيك برشا. برشا عندي فنات عندي في الجو. اما باش تعمل نهار من نهار كي تكبر شويه بوتوكس فازات. ليه ما نسحقش رباني الشيء. نهار اخر كي تكبر نحكي لك. ليه بوتوكس ليه ما يمكن نزيد فازات فهمتني؟ شو تزيد؟ والله ما نعرفش نزيد اكستنسيونات في شعري. نزيد فازات نزيد شعرك بيرسينغ ديجا عم بيرسينغ انا انت عملت البلوطه قعد البوتوكس انت كمل البوتوكس ومولاها يا رب حتى اللي يعمل في توكس الكلهم حتى نساء كذا عاملين في توكس زاد حتى الرجال يعمل في توكس شو يعملوا؟ في توكس وكيف كنتوا تشوفوا حبيب قلبي تنسى كلهم طلعوا يحبوا البوتوكس ومع البوتوكس الا قله قليله وصافي يندروا شو باش يعملوا البوتوكس باي باي شبابي نقصوا من الفيتوكس البنات تحيه للزوز نتاع الفيتوكس نتاع البوتوكس زيد شنو رايك توجدتك بسؤال جاوب علي والله شنو نقول لك يمين توا الرجال ولا يحب الطبيعي ويحب المش الطبيعي كما عندنا في البلاتو الطبيعي انت والراجل يختار يا خويا هو باش يعرس بمرايته اذا يحب انت تحب انت تحب انا في العمر فكي كي معناتها كي تكبر ما يسالش بعد الرتوشات مع لا 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 شو طارق توا لا ينسي بلا شعبويه توا توا مرتك كي تكبر قول لها ما يسالش بالي ماسك وكاشي لا خذها لما الرتوش لا كلها تروتش كلها تروتش ينسي بلا ريح توا تحكي هكا في الترجمه انت تريتش انت تريتش لا اما المراه ما فيها تعمل غيدة لا لا الراجل لا الغيدة كبيرة اما المراه بعد تبرقيشات ما يسالش للمراه لا لا الراجل عاد هذا عاد رد زياد بطارق اسمع الاولاد اه رد شو ما احلاك والله اسمعني والله ما تسميش هذا ما تسميش عملية تجميل اللي معك لا لا صلحت حاجة صلحت بنية هي هذوما مقبولين هذوما الحاجة اللي ما تعرفوهاش يا الاولاد اللي يلزمهم فلوس راهو عملية تجميل مش برشا وزوم على الاقل شويه حنينين لا ما نظنش عاد باش يربح ترى خلصنا روحنا الفائز بزوز ملايين تاع الجمعه اللي فاتت لا على كل شيء ناوي باش يعمل بهم حويجه نوع هذا نستقبل بعدين الفائز بزوز ملايين كاش تاع الاسبوع الفارط مرحبا مرحبا عسلامة مرحبا تفضل مرحبا باهي ذكرنا في اسمك أميل حاج أنا عاملة بوتوكس فمولة زملين زملين شو عم بيهم عليه التجميل ولا لا 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 مالت خاطر سعيد هي ساعة أنا حس من تصورك هي عروسة جديدة والله هو برس برس سليباتير سليباتير ما تفوتك بالخيط خاطر الحرقوس قلت على عروسة جديدة ان شاء الله فما حويجة ان شاء الله قريب ان شاء الله ان شاء الله مريقل اكيد بعد عشان روامته كما قال اخ كلنا في روامته عملية ترويض ما تتمت بنجاح شكي معناه ترويضها فاعي وين تسكن انت؟ في بيجة في بيجة اه هي بيجة باه زوز ملايين كاش انت ربحتهم معنا ونحب نقول للسادة المشاهدين اللي ربحوا معنا على امتداد الاسابيع الفارطة واللي شاركوا معنا في الشهر هذا كل رم كيفها هي داخلين في عملية القرعة نتاع 20 مليون كان قاعد تتفرج لو مازال اقل من نص ساعة باش نعلن على اسم الفائز بمبلغ 20 مليون جرب حظك قسم ميساج بعد ستة مساج تعاود تشتربح زوز ملايين وتعاود ترجع تو 20 مليون 26 مليون 22 مليون روحي مليون اس ام اس وريني امورك دونك فوالا لا ميم با مليون اقل دونك تبعث انت اس ام اس جرب حظك كيف هي باش تقوي حظوظك كيما عملت هي ابعث اكثر من واحد بالاس ام اس بي على 85 811 به شكون اكثر كرونيكور شيخ علي
في البلاتو. مريومة. مريومة. سي بيان. شوفي مريومة. مريومة. دونك انت تشيخ على مريم في لي كرونيكوز في لي كرونيكور. بعلوش بعلوش احنا في زوز انا وياه قاعدين ان شاء الله ربي ان شاء الله خليونا نحب نكلمها بعلوش ان شاء الله مبروك ان شاء الله الف مبروك ليك مبلغ زوز ملايين كاش ان شاء الله الف مبروك لله في العرض ال 20 مليون في الامان باي باي السوم شنو احوالك سافا وعدتك في حوار ليس ككل الحوارات من ناي حوار الصراحه بالزنا هل تعتبر روحك ضحايا من واحد من الضحايا؟ نتاع شوف لي حل هذاك علاش التوا يعيطوا لك ددو لا مستحيل بالعكس نعمة وكان باب الخير لينا اي بالحق بعد شوف لي حل الاولاني ديجا عملت شوف لي حل الثاني شنو هو؟ لا لا من اليوم يعيطوا لك ددو اي يعيطوا لي ددو حاجة باهية حاجة باهية يعني اسمي قاعد يخدم وحده من غير ما هاني نجم نقعد نتلهيب ولادي وداري والاسم قاعد يخدم وي فما حاجة من الحاجات اللي ما يعرفوهاش العباد انه اثناء تصوير شوف لي حل بعد اذنك نجم نحكي فيها ولا لا داير؟ ساعة شنية هي؟ كنت عرضت لأزمة صحية. إي وعمرك ما حكيت عليها الحكاية هذه بالكل. إي وعملت عملية وقت التورناج. سليمان لبنى تحب تقول لنا على شنو ولا لا الساعة؟ إي بون شوف مش تبكي لا لا مانيش بنبكي لا لا انا عامله مكياج حلو وجايه مع الجروب الحلو لا البكي لا شوف هو ابتلاء من عند ربي يعني المرض أما بالحق لي مومون اللي تعديت بيهم في شوف لي حل اللي خلاني نقف على ساقيا هو وجود أمي ربي يخليها لي بابا حتى الجيران وليكيب نتاع شوف لي حل الفريق التقني وحتى الحرة أنا وقتها كنت ما بين شوف لي حل والحرة نخدم 20 يوم في تونس وعشر أيام في لبنان كل شهر بعد حسيت اللي فما حاجة هوني نحس فيها غسلوا أحكي فارغة مشينا للدكتور دكتور زاوش وقتها قال فما مشكل في التيغويد يلزمنا نعملوا عملية اللي كان صعيب ياسر إنه هو أكثر حاجة كانت محتملة إنه حكاية فارغة بشي يعني البيغ إنه بشي نحيه وشطر الغدة الدرقية ويعطيوني حربوش نعيش بها العمليه كانت صعيبه برشا وامي كانت معايا ربي فضل هيلي يعني حتى طبيب خرج قالها تعبت برشا في العمليه خاطر كيف حلوا ونحاو شطر الغده الدرقيه قالوا لهم راه لاباس بريسك البنج بشوفه باش يسكروا كلموهم قالوا لهم راه كونسير دو لا تيغويد دونك كانت تلازم باش يزيدوا البنج ويعاودوا يحلوا ونحيوا التيغويد الكل بالطبيعه يلزم برشا خدمه لي جلوند نتاع الكالسيوم تمسوا ولات عندي نيبو كالسيمي شعري طاح ضعفت اما رجعت نخت علاش على خاطر كان فما ان سوتيان ياسر كبير وفما ايمان كبير بربي يعني انا حتى والله نذكر سامي في حكايه تونسيه قال لي انت ما قلعتش انت وقتك بين شوف لي حل ولبنان ما نجمش نقلع علاش على خاطر الانسان اللي يمر بمحنه وابتلاء راهو ديما يشوف الدنيا بطريقة أخرى معناها يولي أكثر ميغ وأكثر معناها يشوف الدنيا اللي هي تافهة الحقيقة فهمت دونك بعد في الفيريود هذيك يظهر لي معناتها الصوت كهرب شوية صوتي يتنحى أنا عندي سيزون كاملة في شوف لي حل ويرحم ولديهم بالحق الفريق التقني الترزة الوطنية وقتها سي صلاح الدين الصيد الكاتب يقولوا لي مثالش أقعد كنت نخدم سيزون كاملة بفولاخ بالحق بربشتني أنا عمري ما حكيتها عند 13 سنة لا الفولار راوها ما عرفناش علاش أي وكان ما عنديش وساعات سفيان الله يرحمه سفيان الشعري كنت كي نجاوبه نتكلم صوتي كان كالمعزة معناها نقول له ولا سي كمال تبيتي وي دكتور معناها صوتي بالحق كالمعزة كان يقولوا لي ما يسالش حتى بشوي بشوي رجع وطلعت لبنان بعدها يعني في نفس الجمعة طلعت لبنان بونسمون معناها تخوف كي نشوفوا كيفاش تصور انت بلاصة تحلت مرتين فهمت وخدمت ما عنديش صوت وزاد تحية للبنان والله وقناة الحرة اللي قالوا لي ما يسالش تنورنا كي تقعد في بلاصتك حتى ما تكلمش خدمت وخلصت وشفت بالحق سوتيان مغال هذاك هو اللي يخليك نسيت اللي انا مريضه اما راهو فما بعدها بعام صارت لي مشكله في المسار انا عندي مرضي دو كرون وانا وكمال تويتي وقف التصوير وقتها زوز في سبيطار ميليتير هو قلبه اي هو القلب وانا كنت فما مشكل في المسارن زاده فهمت دونك كل محن نتعداو بها نرجعوا من بعد بروحها وقتها شكون اللي وقف معك؟ شكون اللي بالرسمي وقف معك في البريود هذا؟ امي ربي يخليها لي امي كنت امي عمرها ما حستني اللي انا مريضه ولا تعبت انا ما فقتش اللي انا مريضه كنا توا كي نبدا نحكي
اما ديما تقول لي قوم اخدم امشي معناها مش مشكل. ما نحبش نقعد في السوفنير هذاك انا سامحني كان بربشتك. لا لا ما يصيرش اما بالحق راهو والله ما قويكم خاطر 13 سنه عمري ما حكيت على الحكايه هذه واللي هي ابتلاء اما ابتلاء حلو يخلينا قراب من ربي ويخلينا قراب من الناس المريضه ونحسوا بهم اكثر ونشوفوا الدنيا بطريقه خير. صحاب تصفيقك. كي باش نجاوبوا عديت خمسه سنين. لا هذا اللي شادها في كوا. لا خاطر لا برسمي معناتها داليدا ما قعدتي الصحه قعد معناتها يتفرج في سيزون 2 نتاع شوف لي حل. قال لي راهي لاحظت معناتها اللي عندها فولاره راهي حاططها في سيزون 2. حتى الصوت ظاهر حتى الصوت واضح. فوالا معناتها كانت بدينا نعملوا ريشيرش من الحكايه. المهم سامحني راني انا عامله يول في السويد طلعت للسويد بالذمه باش نعرف شنو صار تبين انه نزيد معناها نكملوا راني بالحق انسان بشكوتو. طلعت البارتي اليمين الكل باراليزي يعني تمسوا لي كورد فوكو وتمس النار. معناها وقالت لي ميراكل لا لا قالت لي سي ميراكل اللي صوتك هكا ما كنت قبل نغني بالكدا وصوتي كان قوي وكان في معناها رنه اخرى مي الحمد لله الحمد لله رب ديما معاك انت حكيت لنا على التجربه نتاعك حكينا على التجربه نتاعك اعلاميه في قناه الحره وديجا نشوفوا الفيديو انت تتكلم فما الفيديو نتاعك باش تعاد توا قدمت اكثر من 350 حلقه صحيح برنامج اسمه هن قضايا المراه العربيه تمنيت لو انه التجربه ذي كنت عملتها في تونس تمنيت والله قديش يعني انا حتى كيف نشوف كيف يكلموني على التمثيل ديما نقول ويني اسماء بن عثمان الاعلاميه ويني يعني هوني يمكن ددو غلبت هوني ددو بالحق لبستني فهمت لكن زاد عندي راني جانب اعلامي يعني انا نتكلم لغه عربيه بطريقه سلاسه كبيره نجم نتناول انا بروف دونجلي اي نجم نتناول القضايا السياسيه والاجتماعيه والانسانيه برشا محبه وبرشا معناها حرفيه على خاطر الحره تعرف هي قناه تكون فهمت فكانت خمس سنين بالحق كانوا خمس سنين مشيت غاديك معرسه وقتها ولا قبل ما نعرس وعرست وعندي بنتي ونمشي و يا ما اغزر شو انت اخترت حاجه لا في لبنان في لبنان هي اختارت حاجه فما شكون من الاعلاميين ولا من الفنانين ولا فنانات ولا اعلاميات يقول لك انا باش نضحي بحياتي الخاصه ونفضل اني نستقر في خدمتي كاني نستقر عائليا انت شنو الشوا اللي عملته؟ اي انا اخترت خذيت منه ومنه شو انا شبعت راني بشوف لي حل شوف لي حل والحره خمس سنين يعني احلى حاجه في الكوميدي واحلى حاجه في الاعلام اعطتني كيف نقولوها شبعت شوي معناها فما قناعه نحب نزيد بالحق على شال بروفيسيونيل اما زيدة راهي الامومه وانك تكون ام وتربي اجيال راهي زيدة خدمه رائعه معناها روعه يعني زيدة نحب نذوقها ونحب والحب اي بالطبيعه بتبيع فهمت اما بالحق الامومه راهي حاجه عصفوره قالت لي راهي تموت على المسيو تموت عليه صح عليك صح عليك حتى عصفوره قالت لي راهي تموت على رجلها انا راني انا وراجلي قصه يعني ولد حومتي هو تسع سنين قبل العرس وعشر سنين عرس معناها مش كاين غير عليك بلاك يتفرج في لا لا راجلي ياسر هو ما يحبش يظهر معناها اما يعاونني في يتغش عليك تطلع لي حبه يتغش عليك ينسمن يعني انت تخيل اني يجيني يقول لي سمنت يتغشش بالحق يتغشش نقعد به في يعاوني في اللوك معناها يعطي رايه بطبيعه امي زيد ربي فضل هالي فعندي زوز وريم ريم ريم صاحبتها اي خواتي زيد ربي يخليهم فاي صحيح. اي ما انت البنوته هزتها في الثنيه نتاعك تو اي قد جاء في بالكم اللي بنتها صغرونا شاركت في مسلسل روسي روسي هو فيلم روسي تعمل يظهر لي عامين التالي في تونس على حياة صدام حسين والمخرج هو مخرج روسي كي شافها قاعد يحكي معاها من الاول يحكي معاها بسفنسكا خاطر هو كان يعيش في السويد قبل فبهت فيها كيفاش تحكي سفنسكا وتحكي انجلي اعطاها نص وقالوا لي وقتها ليزاسيستون اللي هما توانسه قالوا لي راهو يحكي عليها يعني قال فريمون عندها الكاريزما وما مش مقلقتها الكاميرا قاعد تحكي معاه وكانه هو حد شيء يعني تحكي معاه ما عندهاش هكا الرهبه نتاع المخرج احنا كي نقفوا بحذا مخرج نبداو انت نخافوا من كل كلمه تسع سنين توا هي وقت عمرها سبع سنين وبنتها راهي تحكي اربع لغات ديجا ربي يخليك حابه تجي بحذايا اليوم ما نقدرش فاي خذيت الغول وخدمت ولكن لا غالب وقتها شجعها باش تكمل ولا بالطبيعه هي تحب مش انا عمري ما معناها ولادي يتفرجوا عليا انا معجبين بيا فهمت اما توا نحس فيهم يحبوا اي ما او معلومه اخرى ما تعرفوهاش على في بالكم اللي هي عندها 10 سنين
واللي هي متحصلة على الجنسية السويدية. معناتها هو اللي يمسك في البلاتو مشيت. ازاي لا وخذت الجنسية السويدية في جمعة. ليه مش في جمعة ليه هذا أسرع مواطنة ولات السويدية اللي تفهم. مازال مش حد غادي. وفي بالكم يا جماعة السويد هي كلاسي البلد الأول في مؤشر السعادة. صحيح. أي صحيح. هذاك عليه سعيدة وتبتسم. باشا والله أنا علاش نقول محظوظة بالحق السويد معناها بلاد بلدي الثاني ولا؟ بلدي الثاني. أي بكل فخر. تعمل لك مشكلة والله نحبها برشا. عليه تونس بلادي أنا علاش؟ عليه بلدي الثاني أنا قلت. ها الثاني في بلدي الثاني. شفتي لا لا لا. تونس أنا علاش رجعت وكرك راهو رجعت لتونس باش نعلم ولادي اللغة العربية. باش يكون عندهم جذور في بلادهم خاطر في الطفوله يتغرسوا في اللاوعي نتاع الصغير ولا نعاوده للسويد خاطر السويد زاده فيها برشا اخلاق وتربيه وشخصيه نجموا نتربيو عليها في السويد. حاجه مزيانه برشا. اللي نحبها برشا. ما عندهمش لا كل هاي هيش كما قال كلهم ترى مثلا قول لهم على السلامه مرحبا بكم في برنامج بالي ماسك بالسويدوا. هيدوا فالكومن اي بالي ماسك. ايش باش ولا لا 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 راهي ديريكت تبدا من الجمعه الاسبوع الجاي ان شاء الله نهار الاثنين ان شاء الله يعني الدات مازالت ماهيش فيكس 8:15 حتى 9:45 20 دقيقه ديريكت تابعونا على السلوم في قناه حنا بعد حلوه برشا وفي الحوار شوف معلش شوف عندنا لهنا قلبنا كبير لكل اصحابنا وحبايبنا بالعكس نتمنى ولا نجي ان شاء الله قول الزيد يجي يعوضك معنا عجبتك البلاصه بعدنا لهنا على الاخر يقعد معنا نقعد اسمحوا لي نكون بين بيان سور معناتها كل شرف هذا يكون حتى انا والله ما احلاكم والله فما اغموني فما قلوب حلوه فما نيه حلوه فما دماغ على الحق اش بيك على ذكر كيفاش قاعد ننشني من اول الايميسيون على ذكر القلوب الحلوه فما القلوب البيضاء والقلوب الكحله تمشي تعمل جاريه تجيبهم خاطر نعملوا بوز صغيره نتاع اشهار ورجعنا عملنا الغالبه